بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في حل التمرين الثاني من شهادة التعليم المتوسط 2009. نقرأ التمرين لتكون العبارة O حيث O تساوي 2 X ناقص 10 ناقص قوس X ناقص 5 مربع. سؤال الأول انشر ثم بسط العبارة O. سؤال الثاني حل العبارة O. سؤال الثالث حل المعادلة قوس X ناقص 5 في قوس 7 ناقص X تساوي الصفر. دائما قبل أن نبدأ في حل التمرين يجب أن نقرأ التمرين جيدا، ثم نحاول أن نستذكر الأفكار والطرق التي تساعدنا على حل أسئلة هذا التمرين. مثال على ذلك، لدينا السؤال الأول هو عبارة عن نشر. في هذه الحالة في النشر يوجد لدينا جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول منشور والجزء الثاني نستعمل لهم متطابقة شهيرة الثانية، ثم بعد ذلك نبسط، وحذاري من الناقص التي قبل القوس، سنرى ذلك في الحل. السؤال الثاني حلل العبارة O، أي نحول هذه العبارة من الفرق إلى الجداء. السؤال الثالث حل المعادلة، وهي عبارة عن معادلة جداء معدوم. جيد، لننطلق الآن إلى حل أسئلة هذا التمرين. نبدأ بحل السؤال الأول النشر والتبسيط. لدينا العبارة O تساوي 2x ناقص 10 ناقص قوس x ناقص 5 مربع تساوي، لاحظ جيدا أن هذا الجزء جزء منشور، ما عندي ما ننشر فيه، أما هذا الجزء نستعمل فيه المتطابقة الشهيرة رقم 2، أي 2x ناقص 10 ناقص، نفتح هنا قوسين كبيرين، لماذا؟ حتى ننظم إجابتنا، حتى لا نخطئ في الإشارات، نفتح قوسين، ننشر باستعمال المتطابقة الشهيرة الثانية x ناقص 5 مربع، أي x مربع هي x مربع، ثم زائد، دائما زائد، 5 مربع كم؟ 25، ثم ناقص 2 تاع القانون، 2 تاع القانون في x في 5، 2 في 5 كم؟ 10 x، بعدها تساوي 2 x ناقص 10، هاته الناقص نقوم بتوزيعها داخل حدود القوسين، حذاري جميع حدود القوسين وليس الحد الأول فقط، فيصبح لدينا هنا زائد x مربع تصبح ناقص x مربع، ثم زائد 25 هي ناقص 25، ثم ناقص 10x هي زائد 10x تساوي. الآن مرحلة التبسيط، ومرحلة التبسيط هو أخذ المتشابهات ثم استعمال جمع أو طرح. لدينا هنا أكبر أس هو ناقص x مربع، هل يوجد x مربع آخر؟ لا، أكتبه هو الأول. ثم ماذا لدينا؟ لدينا الـ x، معناتها 2x زائد 10x، 2x زائد 10x معناتها 2 زائد 10 كم؟ 12x زائد 12x، ماذا تبقى لي؟ تبقى لي الأعداد ناقص 10 ناقص 25، لهما نفس الإشارة، نجمع ونأخذ إشارة الناقص أي ناقص 35، وهنا أكون قد انتهيت من نشر العبارة O. ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني هو تحليل العبارة O. في تحليل العبارة O لدينا 2x ناقص 10 ناقص x ناقص 5 مربع. جيد، في هذه الحالة نعلم أن التحليل هو تحويل هذا الفرق إلى ماذا؟ إلى جداء، وهذا بأخذ العامل المشترك. هل يوجد عامل مشترك ما بين هذا الجزء وهذا الجزء؟ لا يوجد العامل المشترك، إذن سأستعمل إما المتطابقات الشهيرة أو أستعمل التحليل الجزئي للجزء المنشور فقط. الجزء المنشور هذا فقط نستعمل العامل المشترك أو المتطابقة الشهيرة، معناتها في هذه الحالة ما نقدرش نستعمل هنا المتطابقة الشهيرة، لماذا؟ لأن المتطابقة الشهيرة فيها x مربع، إذا ماذا نستعمل؟ نستعمل العامل المشترك. ما هو العامل المشترك؟ أو ما هو العدد الذي يكون عامل مشترك؟ لاحظ معي على الشاشة، لدينا 2x ناقص 10 تساوي 2 في x، 2x هي 2 في x ناقص 10 هي ماذا؟ هي 2 في 5، أي في هذه الحالة 2 هو العامل المشترك، ماذا يتبقى لي؟ يتبقى لي x ناقص 5 ناقص x ناقص 5 مربع. الآن هل اتضح لكم العامل المشترك؟ نعم هو x ناقص 5، لكن قبل ذلك نقوم بتفكيك التربيع،
أي كتابته على شكل جذع x ناقص 5 مربع هي عبارة عن x ناقص 5 في x ناقص 5. ما هو العامل المشترك في هذه الحالة؟ هو x ناقص 5، هذا هو العامل المشترك. إذن نكتبه كعامل مشترك، نفتح العارضة ونغلق العارضة، نكتب ما تبقى باللون الأزرق داخل العارضتين. تبقت لي هنا 2 ثم ناقص ثم x ناقص 5 ما بين قوسين. والآن ننتقل إلى تبسيط مداخل العارضتين. لدينا هنا 2 ثم ماذا؟ ثم ناقص قوس ثم ناقص قوس. إذن الناقص هذه ننشرها لازم أو نوزعها، حذاري من الناقص لتكون قبل القوس، لازم تنشرها. إذن هنا لدينا x أو زائد x تصبح ناقص x، بعد ذلك ناقص 5 تصبح زائد 5. تبقت لي المرحلة الأخيرة وهي تبسيط العارضتين. لدينا هنا ناقص x لوحدها، ولدينا هنا 2 زائد 5، 2 زائد 5 كم؟ زائد 7. هذا هو تحليل العبارة أو. بقي لنا حل معادلة الجذاء المعدوم. إذن حل المعادلة، واضح أن المعادلة هي عبارة عن x ناقص 5 في 7 ناقص x، وهذا هو جزء التحليل. إذن دائما نتأكد من هذا، نتأكد من التحليل أنا صحيح ولا لا. تساوي صفر. ماذا تقول معادلة الجذاء المعدوم؟ تقول إما هذا يساوي الصفر، أي x ناقص 5 تساوي الصفر، أو إما القوس الثاني يساوي الصفر، أي 7 ناقص x تساوي الصفر. ثم نحل معادلتين، أي في x يساوي ناقص 5 ننقلها إلى الجهة الأخرى مع تغيير الإشارة تصبح زائد 5، أي 5. هنا لدينا 7 ناقص x، معناتها ناقص x هذه ننقلها من هي تصبح زائد x، أي x. x ماذا تساوي؟ تساوي 7، تصبح 7 تساوي x، أي x تساوي 7. وفي هذه الحالة نكتب للمعادلة حلان هما x يساوي 5 أو x يساوي 7. وهنا أكون قد انتهيت من حل هذا التمرين. أترككم في رعاية الله وحفظه.